مراهق تعرف على شلة فاسدة، بدأ يسافر معهم، وفي سفرة من السفرات تعرف على عاهرة فأحبها وأحبته، صار بينه وبينها علاقة. في البداية كلام، في البداية غزل، في البداية أوصاف، في البداية جلسات، في البداية ما صار شيء. والمراهق لأول مرة يتعرف على فتاة ملأت قلبه. وما الحب إلا للحبيب الأولي، أول مرة يملأ الحب قلب الإنسان خلاص، لأنه ما جرب، ما يفهم، ما يدري أن هذه خطوة من خطوات الشيطان، هذه زينة الدنيا فقط. لكن ما في حقيقتها، مرت الأيام، يقول حتى اختلى بها في غرفة، فإذا بها بكل سهولة، قالت له هيت لك. قال ماذا؟ قالت اصنع ما بدالك، مو أنت اللي تبي هذا، فعل ما تشاء. يقول فخفت. ما الذي خوفه؟ يقول تذكرت الله جل وعلا، الإيمان لا زال في قلبه، الشاب في إيمان، جدوة الإيمان لا زالت حية. يقول فخفت الله وتذكرت يوم القيامة وهيبة الله. يقول فتراجعت، فقالت لي ما لك، لما لا تتقدم، لما لا تفعل شيء؟ قال لا أستطيع. قالت ولما؟ يقول فقلت أريد أن أكذب، قلت لها إنني لا أستطيع. قالت لما؟ قال لها أنا مريض. يبي يكذب بس، يبي يتخلص. قال لها أنا مريض. قالت وماذا بك؟ قال أنا مريض بالإيدز. حتى تخاف. يقول فضحكت، قلت لما تضحكين؟ قالت بس، قال لي أنا مريض بالإيدز والإيدز ينتقل. قالت ما عليك، أنا مريضة بالإيدز منذ 3 سنوات. تذكر العاقبة، قصة حب نهايتها دمار، نهايتها فضيحة وخزي في الدنيا، ثم عذاب وموت، ثم في القبر الله أعلم. الرسول رآهم في تنور من نار عليه الصلاة والسلام، تنور من نار، كلما أحميت النار صاحوا يحترقون إلى أن تقوم الساعة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يا أخي الحلال سهل، الحلال جميل، يا أخي تزوج وينتهي الأمر.